يا جماعة أنا عايز أسرد تفاصيل اللي حصل الليلة بالتفصيل في سجن كوبر. الليلة بعد 8 يوم من الاشتباكات اللي حصلت في الخرطوم دي، البوليس بتاع السجن فقد السيطرة تماما، لا عنده موية لا عنده أكل، في ناس كان قاعد تموت بالجوع وبالعطش، ففقدوا السيطرة تماما. ضربوا ذخيرة كان في كم قسم من الأقسام حق السجن، وفي فيها ناس ماتوا ربنا يرحمهم. جمعوا الأسلحة كلها وخدتوها في حتة وفتح البوابات حق السجن وقالوا الناس اطلعوا. الناس دي قد تطلع كل السجن حرفيا، كل السجن، سجن كوبر كله طلع، ما بقى ولا زول في السجن. هنا بقول انه متى ما الاوضاع هدت حسلم نفسي واخواني في البلاغ معي بنفس الشكل ده كلامهم لي، انه حيسلموا نفسهم متى ما الاوضاع هدت.